مرحبا اخواني. الجولف 4 السيارة المحبوبة بيناتنا كلنا. اليوم رح نحكي عنها، مساوئها ومشاكلها وشو لازم تعرف فيها قبل ما تشتريها. خليكم معي. مرحبا اصدقائي. ولما نيجي بدنا نفحص السيارة وقت الشراء المحرك نتأكد اول شيء. الجولف 4 بلشت من 1997، استمرت لحديت 2003، وبالنسخة الكومبي اللي هي الستيشن لحديت 2006. طبعا اجت لتبدل الجولف 3 اللي ما كان فيها كل أنظمة الأمان، زائد تعديل على الشاصي كامل، وهي شبه تغيير جذري، مع أنه جولف بتحاول أو فولكسفاجن تحاول تغير أشياء بسيطة بالسيارة حتى ما تبين قديمة، وهي سياسة السيارات الألمانية. بالنسبة لهاي السيارة، داخلية السيارة ممتازة، لكن على الكيلومترات العالية لازم نلاقي فيها هريان على الإيدين والكاب هولدر اللي هو محل المقات اللي بركب فيه الكاسات، ممكن ما يشتغلوا، وممكن يصير في عندنا مشاكل ثانية زي بمكاين الكهرباء القزاز، زائد السنتر لوك مرات ما بفتح من جوه من برا، وللأسف هاي مشكلة كبيرة بسيارات فولكسفاجن اللي بهذيك الفترة، مش بس الجولف. زائد انه في ممكن عندنا يصير مشاكل بالاي بي اس وبنظام التعليق من السنوبرسات. طبعا هاي سهلة الصيانة بسيارات جولف جدا، لانه السيارة قطعها رخيصة ومتوفرة بكل مكان، وعشان هيك بيبرر انه سنة 2001 كانت هاي السيارة الاكثر مبيعا باوروبا. خلينا نحكي عن المحركات واللي هو الجزء الاهم بسيارتنا. محركات البنزين. محركات البنزين بلشت من سعة 1400 سي سي لحديت 2000 سي سي بالنسخ العادية. طبعا اليوم ما رح نحكي عن النسخ الرياضية، رح نحكي عن النسخ العادية المتداولة بالشارع. محرك ال 1004 محرك جيد لكنه نسبيا ضعيف، زائد انه هذا المحرك كونه ضعيف وزن السيارة ثقيل، فإلا يكون في عندنا مشاكل، زائد مصروفية البنزين مش ولا بد فيه، لانه انت معتاز عزم زيادة خصوصا اذا انت ساكن مناطق جبلية مش سهلة. محرك ال 1006 اجى منه اصدارات اثنين، واحد 105 حصان واحد 110 حصان. طبعا المحركين الاثنين اعتماديين، لكن بعد 200,000 كيلو راح تحس بنقص زيت عندك، وممكن يتطور هذا الحكي لحديت 1100 كيلو 1200 كيلو مشوار على سرعة عالية ينقص عندك لتر زيت حسب طبعا السيارة. لكن هاي المشكلة ممكن تتلافها بالتالي، مش انك تغير نوعية الزيت وتحط زيت ثقيل، بدل الخمسة W30 بتحط 10 W30، هذا غلط، او 10 W40 هذا غلط. لازم تحط معه مادة تخفف من صرفية الزيت، والسبب يعود انه بعد فترة بسبب كثافة الزيت، وخصوصا بالشتاء الزيت ما بوصل بسرعة كافية لجسم المحرك ويصير فيه تلف مع الوقت ويزيد صرفية الزيت اكثر. محركات ال 1008 وال 2000 سي سي، هذول المحركات في منهم تيربو وفي منهم عادي. محرك التيربو بدنا ننتبه لنوعية الزيت اللي بدنا نحطه، لانه الزيت ممكن يعمل عندنا ترسبات داخل كارتير الزيت اللي منطقة تحت من الزيت، ويصير في تسكير بمصافي الزيت، وهي مشكلة برضو بمحركات ال 1008. فيفضل كل 100,000 تفك كارتير الزيت او مجمع الزيت وتنظفه وتركب تجمع المجمع مرة ثانية، عشان ما يصير في عندك انسداد، لانه لا سمح الله صار في عندك انسداد برضو ما بوصل الزيت للمحرك، ويصير في مشاكل بالسلندر وغيره من احتكاك ويسبب تلف المحرك. طبعا محرك ال 2000 سي سي برضه محرك ممتاز ونشط، لكن بالنسبه لمصروفيه البنزين مصروفيته شوي زايده مقارنه بال 1006 اللي بيعطونا 110 حصان. يعني اذا انت بدك تجيب، جيب هو الفرق بس العزم بيناتهم، جيب ال 1006 لانه مصروفيته اقل، وبنفس الوقت اعتمادي نقدر نحكي اكثر لانه محرك اصغر شوي وما في مشكله مصفايه الزيت اللي حكينا عنها سابقا. طبعا محركات ال 1008 التيربو بيجي باصدارين، واحد بيعطينا 150 حصان والثاني بيعطينا 180 حصان، وارجع واحكي لكم نتاكد دائما قبل الشراء محركات التيربو من التيربو، انتر كولر ما في عندنا تهريب زيت فيه، الشغله الثالثه مصفايه الزيت اللي حكينا عنها سابقا، هاي شغله كثير مهمه بهاي المحركات. محركات التيربو اجمالا بفولكسفاجن لحديت 2012-13 كانت حساسة، خصوصا الـ TSI
اللي حكينا بالقناة عنه، رح تلاقوا الرابط موجود فوق، وغيرها من المحركات تحسنت نسبيا مع الوقت. يعني بالنسبة لمحركات الديزل، محركات الديزل يجوا بإصدارين، الـ SDI الـ 1.9 SDI اللي بيعطينا 68 حصان، والثاني الـ 1.9 TDI اللي يجي عليه تيربو. الـ SDI مشاكله نقدر نسميها أقل من المشاكل اللي فيها تيربو من الـ TDI، لكن المحركين إجمالا محركين جبارين، لدرجة إنه هذول المحركات ظلت فولكسفاجن تستعملهم سياراتها لسنوات قريبة، منها التوران استعملوها فيها، وبمجموعتها بسيارات شكودا الأوكتافيا لقيناها، ولقيناها بالفابيا برضو، ولقيناها بسيارات سيات، وكمان استعملوها جماعة فورد. صحيح، جماعة فورد، فورد جالكسي، أول إصدار لفورد جالكسي ركبوا عليها الموتور 1009 TDI، طبعا مع سعة أو مع قوة حصانية أكبر من القوة الموجودة على 1009 العادي اللي على الجولف. إجمالا مشاكل محركات الديزل هي متكررة، بنحكيها تقريبا بأغلب الفيديوهات، اللي هو الـ EGR valve اللي هو صمام الـ EGR تبع البيئة، ممكن يتجمع فيه اللي هو الأسود الكربون الشحبار زي ما بتكون تسموه، ومشكلة بالإنجكتورات. طبعا هاي الإنجكتورات إجمالا مع الاستخدام الطويل والهاي مايلج والكيلومترات الطويلة ممكن يصير عندنا هاي المشكلة، زائد التيربو. طبعا التيربو روح عمله الطويلة هي نوعية الزيت الممتازة اللي تحط، إذا حطيت نوعية سيئة للأسف راح تخسر التيربو بأقرب وقت ممكن، لكن إذا استعملت زيت محترم التيربو بيطول معك وأموره بتكون بالسليم. بالنسبة للغيارات والتعشيق، بهاي السيارة إجي عنا 3 غيارات، 5 غيار جير عادي، 6 غيار جير عادي، والجير الأوتوماتيك 4 سرعات. إجمالا الجير العادي مشاكله جدا قليلة، واللي هي الصيانة العادية بعد فترة طبيعي استهلاكي اللي هو صينية الكلاتش أو ما يسموه الدبرياج، راح يهتري لأنه هو استهلاكي زيه زي البريكات. بالنسبة للجير الأوتوماتيك غيار الزيت مهم جدا فيه، وتغيير الزيت بهذا الجير كل 60,000 بأغلب جيار فولكسفاجن الدي اس جي والجيار الكلاسيكية فيها لازم يتغير كل 60,000. طبعا ننتبه للصيانة الدورية، وننتبه وقت ما نفحص السيارة انه ما يصير في عندنا تعليق او تغيير خاطئ بالغيار، يعني بتحس بنتعة، تحس بضربة وانت سايق السيارة لما السيارة تغير من غيار لغيار، او السيارة بتغير مثلا من الاول تعطي الغيار الثالث بالغلط او كذا، فهذا وقت الفحص مهم جدا جدا. مشاكل ثانية بهاي السيارة اجمالا ما في، يعني هي اجمالا من ناحية الصدى ممتاز، البودي تبعها نادر جدا فيها الصدى، لكن اذا كان السيارة كمان فيها فتحة ننتبه ما فيها اصوات وتكون شغالة، والاصدار الكابريوليه من هاي السيارة نتأكد من شغلة كثير مهمة، هذا بيعتمد على المفتاح على السويتش، انه لما تنزل الفتحة معنا تكون شغالة 100% لما يكون المفتاح موجود ما تكون مغيرة، لانه هاي ننتبه عليها بهاي السيارة. طبعا الاصدارات الكابريوليه مش الكل يعني راح تكونوها دارجة او نلاقيها دارجة موجودة، لكن فكرة الواحد يحكي لكم اياها تكون تعرفوا عنها. وباخر هذا الفيديو لا تنسوا تدعمونا بالقناة، تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس، وشكرا لكم ونشوفكم فيديو ثاني. سلام.